إذا بيسمع مني لليوم بصيرني استقبل بالاستوديو دكتور اسماعيل سكري رئيس اللجنة الوطنية الصحية لنحكي عن موضوع قلق كثير الناس دكتور سكري صراحة مع كل هالأخبار الأخيرة اللي عم نحكي فيها أو عم نسمعها هو موضوع فضيحة اللحوم. أول شيء يعني بعرف الموضوع بده هزة راس لأنه فضيحة ورا فضيحة، يعني كل يوم نحن عم نعيش قلق لا نحسد عليه خصوصا من ناحية الغذاء السليم أو سلامة الغذاء. صح. أول شيء شو الموضوع، شو القصة، كيف بلشت وشو يعني فضيحة اللحوم؟ فضيحة اللحوم هي ليست بجديدة، هي قديمة. أنا من سنة 98 كمان أثرت مرارا موضوع اللحوم الفاسدة، إما بعدم تلقيح لازم للمواجيء على السفن لما بتعدي مرفق بيروت، إما باستعمال إدوية بيطرية مزورة أو منتهية الصحية أو غير فاعلة، يعني مشكلتها شبيهة بمشكلة اللي كنا نحكي منها كمان من الدواء البشري. وهيدا مع الوقت الدواء غير الفاعل والمزور أو كثرة استعماله عشوائيا إلى آخره بيراكم زخم مقاومة لدى البكتيريا اللي موجودة بقلبه، بتصير تقاوم الدواء، بكتيريا ريزيستنس بنسميها هيدي، وبظل مزيد من الفلتين وغياب شيء اسمه دولة وتفلت وضع الدولة اللي كلنا بنعرفه، لا رقابة ولا محاسبة ولا إذا ولا شيء، كل ماله يتمادى ويتمدد وكله بأعمال شطارة بهدف البيع والربح المادي، ما حدا فارق معه شيء. وبالتالي ايه مزبوط، في نسبة كبيرة خاصة اللحم الني، واللبناني أكيل لحمة ني هبرة وفتيلي وبيعمل لك إياها كيف وإلى آخره، وكفتة ني وتوابعه فيها نسبة كبيرة طلع من الإي كولي، إشكوريا كولي اسمها، اللي هي للأسف موجودة بالبراز، يعني خلينا صح التعبير، وبالتالي يا خسارة شو عم ناكل. المهم وهيدي إلى تأثير صحي سلبي أكيد على الجسم. نعم. وجدت بنسبة كبيرة. هالتأثير هو فوري أو؟ لا مش هلا، أحيانا ممكن يكون فوري إذا تراكم كمان مع عوامل أخرى، يمكن فرضا بالصيف وحرارة مرتفعة وكذا بيكون تأثيره أكثر أحيانا، بس أكثر بيكون شوي تراكمي، بس مش تراكمي طويل، يعني نص فوري إذا بدك. نعم. مش دوري بس دوري إنه تاني يوم أو كذا. نعم. نحن اليوم بوضع يعني خطير بالنسبة لهالموضوع، يعني هالموضوع اللي سمعنا تفاصيله بهاليومين الماضيين عن جد بدق ناقوس الخطر، يعني احنا عم ناكل شيء مسمم، لحوم مسممة. هو ناقوس الخطر لازم يضل يدق على طول، لأنه أنت عم تحكي باللحوم، طيب اللحوم ما في عندك الخضرة، والترسب المبيدات الزراعية بعشر واثناشر ضعف عم تنزرع بالبقاع وبعكار وبالأراضي الزراعية اللي عم ناكل منها ببيروت وكل المناطق إلى آخره. نعم. عندك الفروج اللي كتير منه بينحقن أبر اسمها استامادول أنابوليك منمي، يعني هيدا الشركة بتقول استعملوا 10 أيام ل 15 يوم ماكسيموم، لأنه في بعدين بصير مفعول مسرطن كتير منه بيعطيه بسرعة لأنه بده بسرعة يطلع حجم فروج ليبيع وزن. نعم. وإلى آخره كله أنه يعني لشو يعني، ما طبعا هذيك الأشياء المستوردة وشو في بقلب الأشياء المعلبات. صحيح. واللي لا أقل من ثلاثة أرباع حسب مرة موظفة أنا بوزارة الاقتصاد قالت لي إياها بالفم الملقان، معظمه يبقى ستوكيت وكذا، يعني التاجر بيتشاطر بده يجيب شيء رخيص ليبيع ويربح. نعم. مثله بالإيديو مثله بكل شيء بكل شيء، يعني كل شيء ماني مستغرب. إيه طبعا نحن غذائنا بلبنان، الأمن الغذائي بلبنان يعني مفقود. غير مفقود، يسلم تمك، مثل ما الأمن الدوائي إلى حد ما مفقود. نعم. كمان. وكل شيء رح بيصير مفقود وكله رح يصير مفقود. الأمن النفسي، ما بدي أقول الشخصي إنه هلا حدا حيقتل حدا. نعم. بس الأمن النفسي بلش يصير مفقود وأنت بتلاحظي. صحيح. وخاصة مع وجود غير الوضع الانهيارات الكبيرة ببنيان الدولة واقتصادها وماليتها وأدائها وفسادها وهالقهر اللي عم تعيشه الناس، وإجت قصة الكورونا حشرتهم بالبيت وكذا، هذا بده يراكم تأثيرات نفسية. لا محالة. شيء من الملانكولي، شعور بالحزن، شعور بالانطواء، شعور بالإحباط. نعم. نعم، حتى بالانهيارات النفسية. نعم. وحتى بالتأثير عند الأطفال، يعني نحن عم نعيش يعني كارثة
كارثة من كل النواحي، كارثة إنسانية. بدي أرجع لموضوع اللحوم دكتور سكري، بما أنه هي موضوعنا، مع أنه إذا فتحنا الباب على اللي حكيته رح نخاف أكثر ونقلق أكثر وما بنخلص. هل ما لازم ناكل لحوم؟ ني ني أنا ما بأكل ني، يعني هي أكثر لحم مطبوخ مستوي مش يعني بنار وصح. بأكل واحد أصلاً أنا يعني صحياً هو يحبذ إنه الواحد ما يكون كارنيفور أكيل لحم هالقد، يعني يطول باله شوي ليه؟ لأنه هيدي مش بس بتأثر على صحته، خاصة لما يقرب على 50 و60 بتأثر على طباعه. أكيل اللحم أكثر شراسة من النباتية، بصير عدائي. ف يعني أما اللحم الناي لا، يعني عم نوصل هيك أوضاع وهيك معلومات أكيد صحيح. طيب أكيد. الفروج اللي عم تحكي عنه واللي عم تقول إنه بفترة معينة إذا ما انتبهناه لو ما كان في رقابة رح يصير مسرطن على النار، بيكون كمان تأثيره مثل اللحوم أو لا الفروج هيدا حامي للسم؟ حامي للأسف، هيدا ما بيأثر على لا إنه اللي أعطيه له النار ولا بدون نار. هيدا بده رقابة دولي، بده طالما ما في رقابة يعني مين بتعرفي حدا بيكون يعني آمن أخلاقي بيضل فيه، يعني هم بده يستخدم علاقاته للأسف، يعني مجهودنا الشخصي حتى بالضبط، حتى بقصص اللحمة حتى يعني صحيح. نقدر نعرف دكتور سكري بعد خبرتك الفروج يلي ممكن يكون محقون بهالمواد؟ أنا بعرفه من أنه أولا كبر حجمه وخلال مدة قديش، هاي بتخليني شك. ثانيا يعني انتم اللي بتلاحظوا اكثر انه بالطبخ او بشيء بنسل بفتفت هيك اكثر مثل الخيطان، نعم، وكورتيزون كمان ما تنسي طبعا. اللي عم نحكي عنه اليوم هو سميناه فضيحه اللحوم، نعم. يعني هو مع انه مثل ما قلت منه جديد، قديم بغياب الرقابه اليوم حيستمر ونحن بخوف على صحتنا من وراء هالقصص اللي عم ناكلها، بغض النظر عن التلوث كله اللي عايشينه من كل النواحي. طيب نحن شو بنعمل؟ شو المطلوب نعمله؟ شو فينا نعمل كأفراد؟ هل فينا نعمل شيء؟ هل في مؤسسات كمان لازم هي تعلي الصوت؟ مين عم بيسمعنا؟ لمين مين المسؤول؟ تأخرنا الرقابة، أي رقابة؟ يعني الكلام المر القاسي اللي حيطلع مني انه تاخرنا نحن كلبنانيين كشعب، اذا بدنا نقول متضرر من كل هالحكي، تاخرنا كثير برفع صوتنا مدنيا ديمقراطيا للضغط على ما يسمى الدوله، وهي مش دوله اصلا مش دوله، ليه؟ لتشدد يا شوي رقابه على غذائنا وعلى دوائنا وعلى الى اخره. انا بحكي بمراره لانه تجربتي هلا يعني صار لها 23 سنة وخمسة أشهر، دخلنا هالقد ونص تقريبا، يعني هذا الكم الهائل من المعلومات اللي انحطت قدام الرأي العام كما الدولة والقضاء والدنيا اللي مكدس الملفات فيها لهلا فساد القضاء بعده، هذا ما حرك، هذا بيحرك بسقط حكومات، هذا بسقط دول. كان للمعلومات الفظيعة اللي فيه قتل ناس بالمباشر بالتراكم بقضايا الإدوية، بغير الإدوية، بالغذاء، فتنا وعملنا دراسات، فتنا بقضايا المي، التلوث، البيئة، المستشفيات، الأخلاقية، الطب، الدنيا ما خلينا شيء، موضوع ما نفيد فيه من أسئلة نيابية لاستجابة لقضاء لتمييز لمحاضرات لقاءات طلاب جامعات، كنت اهتم ركز على طلاب الجامعات على وعسى إنه المستقبل إلكم حضرتكم يا شبوبي، اسم الله شباب وصبايا ما أحلاكم قاعدين قبالي وكذا يا خسارة ما في عنا ثقافة المواطنة بلبنان، وهيدا اللي خلى ما تنجح انتفاضة 17 تشرين. أنا ما بسميها ثورة، هي انتفاضة كانت رائعة أول 4-5 أيام ماكسيموم أسبوع، وبعدين شو بدنا هلا، هذا موضوع آخر. لأنه ما في عنا ثقافة مواطنة بتحكي 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 بتحكي، طبعا الناس بأيدوك ويعطيك ألف عافية والله يحميك وعظيم، بس هو شو شو كيف بترجمه وبيطلع معه ما عم يردوا عليك، ولك يا خي هودي فيلج لا تعالج، هودي وكنت لو ناديت حيا سامعوا حافظهم، هودي ما بيسأل. طيب إلي شي دور أنا؟ ولك إلي شي دور؟ اسأل هالنائب التاني تبعي اللي انتخبته بيجي بيعزيني شي سؤال، ولك اسأل هالقيادي الحزبي، ولك اسأل هالرئيس البلدي، هالمثقف، هالمدير المدرسة، هل لا لا لا، هو بس شغلته حافظ لي هالكلمتين فيلج لا تعالج لبنان ومدري شو، واحد بياكل بالكرابيج ومستسلم. نعم تأخرنا كتير.
تاخرنا كثير ومع واليوم باب الهجره يمكن اللي عم نعمله والناس عم بتحب تلاقي حل بالفل. بدنا يضل انه مين يحكي، كل واحد عنده ذوقه والدليل قعدتنا هيدي، يعني بكل تواضع هيدا فينا نعمله، شو بدي لك غير. صحيح، وهذا اللي بيوجعنا كل يوم دكتور طبعا. نحكي بكثير مواضيع وبنحكي وبس، ايه ما بشوف ما رح نلاقي صدى قد ايه كان لطيف، كان هز الدنيا اللي عم ينطوا على الاعلام. صحيح، وكأن ما في حدا عم يسمع مواطن. واللي مؤسف كنت عم بقول لك اياه قبل بشوي، الناس لقيت حلول اليوم بالفله، يعني هذا الياس ضرب الى درجه انه ما بقى بدهم صح يكون عندهم حتى ثوره اللا، خلص استسلموا لهالموضوع. استسلموا، ما هيك بتشوف ما بعرف، نحن اليوم على ابواب تشكيل حكومه جديده يعني الاكثريه غير متفائله بهالموضوع، عم نرجع نشوف نفس الطبقة السياسية اللي يمكن اختبرناها لسنوات طويلة برأيك، وعائدة أكثر شراسة. صح، أكثر شراسة بعد ما اطمنت، ما بيطمننا بعد ما اطمنت راجع أكثر شراسة. وأصلا هي شو هتعمل الحكومة؟ يعني مثل بشبه أنا واحد مديون كتير عند واحد مرابي أو فايدة كبيرة ومدري شو، عود لن شوي ندوزن الأمور هيك بشكل أو بآخر حتى تقدر تستمر تاكل وتتنفس. بس شو بده يدوزن ليدوزن؟ ترقية مش أكثر من هيك. صحيح، شو بدك وهذا الشيء. وبعدين المطروح أصلا أنه والله بيع أصول الدولة نعم للهول اللي سرقوا الدنيا. طيب كلفنا خاطرك، يعني بالنهاية هو أصلا ما في دولة، هلا أي دولة بدها تضل وقت اللي بده يطير منها كل مصادرها الأساسية من اتصالات ومن ميدل إيست ومن كازينو ومن ما بعرف شو كل شيء. هي دولة، هذه دولة للأجار، دولة مشاع، دولة للاستخدام، دولة للاستثمار، دولة شو، أي دولة. نعم، أي دولة. دكتور سكري، هل ينفع المواطن أنه يشتكي لجهة ما بالنسبة لفساد الغذاء؟ هل هناك مزبوط مثل ما بنسمع أوقات في خط ساخن؟ في لجان بوزارة الصحة ما بعرف حتى بتصرف الناس خطوط ساخنة، هل هيدا الشيء مفيد؟ في عدة تسميات ظهرت بهالعشر عشرين سنة تقريبا، أنا بحكي لأنه تجربتي عتيقة. نعم، هاي الكلمات أنا بس أسمعها هيك شوي بزعج ما بدي أحكي شو بحس. الخط الساخن، الترشيد الجودي الحوكمي، اف شو هالكلمات، شو هالعناوين الكبيرة. نعم، التي تغطي وتظلل اشتعال أعمال الفساد أكثر وأكثر مع الوقت. نعم أبدا، صحيح، معك حق 100%. اليوم نحن عم ندق نقوس الخطر. بدي ارجع هيك اذكر بالموضوع الرئيسي انه اللحوم النيه اليوم نعرف صرنا كثير منيح من وراء الدراسات العلميه يلي هلا عم نشوفها وعم نسمعها وعم تاكد لنا اياها حضرتك كرئيس اللجنه الصحيه هي فاسده. فالافضل اذا بدنا ننصح الناس نخفف منها او ما ناكلها بالمره طبعا، وننتبه على موضوع الفروج مثل ما حضرتك قلت. في كثير معايير بتخلينا نكتشف انه الفروج حتى لو قطع النار هو كمان في بداخله مواد مسرطنه رح تاثر على صحتنا للاسف، وما بعرف شو بدنا ناكل. صحيح، ما هيك؟ صحيح. اهلا وسهلا فيك دكتور اسماعيل سكريه، رئيس اللجنه الوطنيه الصحيه، ما بعرف الهيئه الوطنيه، الهيئه الوطنيه. نعم، احسن ما يفتكروا اللجنه البرلمانيه. صحيح، ابدا بعيده كل البعد. صديق دكتور اسماء راجل. نعم، ما بعرف الناس يعني ما كنا بوارد او ما كنا حابين انه كل يوم نكون عم نحكي عن فساد اكثر واكثر، بس هيدا الواقع وهيدا واجبنا كاعلام انه ننقله، وما عندنا حل مثل ما كنا عم نحكي مع دكتور سكريه الا انه نحذر. ما عندنا حلول للاسف، وما راح يكون عندنا اذين صاغيه، وما عندنا ولا مرجع نقدر ندق له ونقول له نحن واولادنا عم ناكل مواد مسرطنه بلبنان. ما عنا حل غير أنه نحن بجهدنا الشخصي نعرف شو نختار وشو ناكل.